وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس فيما يتعلق بالتشميت، حيث إن بعض الناس إذا عطس وقال الحمد لله وقلت له يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم أو بالنا وبالكم، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن هذا اللفظ لم يرد في السنة، ومثل هذه الألفاظ ألفاظ الأذكار ألفاظ تعبدية يجب أن يؤتى بألفاظها قدر الإمكان. وثانيا أن هذه الإجابة خلاف العدل، لأن الرجل خصك بالدعاء فقال يرحمك الله، فقل يهديكم الله، فكما أنه خصك بالدعاء فاخصصه بالدعاء، ولم يقل يرحمنا ويرحمك الله حتى تقول يهدينا ويهديكم الله.